نوري مثال على كده في المثال بتاع السبيتش سيجنال مثلا. السبيتش سيجنال كانالوج سيجنال بتبقى كونتينوس في التايم وكونتينوس في الامبليتيود. لو انا عملت لها سامبلنج بيبقى ديسكريت في التايم، زي ما احنا شايفين هي الخطوط الزرقاء دي بتعبر عن السامبلز بتاعتي دلوقتي اللي انا عملت لها ريتيننج، وبقيه السامبلز اللي في النص ما بقتش موجوده دلوقتي. اوكي، لو انا خدت نفس السامبلز دي اوكي عملت لها كوانتايزيشن كمان، يبقى معنى كده حددت عدد ليفلز محدد، والليفلز دي لازم السيجنال بتاعتي لازم تاخد واحده من الليفلز دي. اوكي، زي ما احنا شايفين هنا مثلا الجزء دوت كان في فاريشنز كده شكلها سموث، لا هنا بقت شكل الحاجه يا اما هنا يا اما هنا، يعني في هنا ليفل وهنا في هنا في ليفل، فيا اما هنا يا اما هنا. اوكي، فهيبقى في عندنا حاجه بنسميها كوانتايزيشن ايرور، هيبقى شكلها حاجه بالمنظر ده كده. طبعا لو احنا عندنا انالوج سيجنال فيها الايرور ده، الايرور ده في حد ذاته عباره عن نويز، فاحنا لو احنا عملنا كوانتايزيشن للسبيتش سيجنال بالشكل اللي احنا وريناه هنا وعملنا كوانتايزيشن بالكلام ده بالطريقه دي، هيبقى في عندنا صوت مسموع او في نويز مسموع في الريكوردنج بتاعنا ده بتمثل السيجنال بتاعت الايرور دي. هدفنا طبعا في الموضوع السامبلنج ده، وهتكلم عليه ان شاء الله قدام شويه، ان احنا هاو تو مينتين الكواليتي بتاعت السيجنال بتاعتنا من غير ما يحصل فيها اي ايرورز، او مينيمايز الايرورز بتاعتنا اللي موجوده عندنا في الموضوع بتاع السامبلنج والموضوع بتاع الكوانتايزيشن.